أسعد الله بالخير مساءكم مشاهدينا الأعزاء، إلى حضراتكم حصاد الأخبار من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ معكم الحصاد بأبرز العناوين. النفط والطاقة يغذيان الصراع الأمريكي والإيراني، وطهران تؤكد سنرفع صادراتنا إلى العراق. في سابقة دبلوماسية عراقية، عمليات التجميل وزراعة الشعر للمراجعين، خدمات قنصلية جديدة في مشهد. رئيس الجمهورية يختتم زيارة وجيزة إلى قطر، أكد فيها أن العراق ساحة لتلاقي الشعوب. البرلمان قاب قوسين أو أدنى من إقرار الموازنة، والكابينة الحكومية قيد الانتظار. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال لقائه بوزير النفط الإيراني بيجين زنغنا على أهمية تعزيز العلاقات مع إيران، وفي مقدمتها التعاون في مجالات الغاز والنفط. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، فإن عبد المهدي وخلال اجتماعه مع زنغنا بحضور وزير النفط سامر الغضبان وعدد من المسؤولين والمستشارين في قطاعات النفط والغاز والاقتصاد في البلدين، أكد على أهمية تعميق وتعزيز العلاقات بين العراق وإيران والتعاون في مجالات النفط والغاز. وأضاف البيان أن وزير النفط الإيراني أكد على تحقيق المزيد من التعاون المشترك وتلبية احتياجات العراق من الغاز، معربا عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع العراق والتطلع لتطويرها. إلى ذلك، استهانت إيران بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، لافتة وعلى لسان وزير نفطها الذي ذكر أن بلاده لن تناقش حجم صادراتها من النفط أو وجهتها في ظل العقوبات الأمريكية. وقال وزير النفط الإيراني خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظيره العراقي ثامر الغضبان إن إيران لن تمتثل للعقوبات الأمريكية غير الشرعية، فيما أكد الغضبان أن العراق لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لتطوير حقول النفط المشتركة بين البلدين. مشاهدينا، أكد تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن العراق يهدر نحو 10 أضعاف كمية الغاز التي يستوردها من إيران، ما يعني أنه يضيع نحو 2.5 مليار دولار سنويا نتيجة حرق الغاز الطبيعي من دون استثماره. أيضا نقل التقرير الأمريكي عن شركة بي بي النفطية العملاقة تأكيدها أن العراق يشتري الغاز الإيراني بسعر 11 دولارا و23 سنتا لكل 1000 قدم مكعب، مقارنة بأقل من 5 دولارات ونصف دفعتها ألمانيا
لشراء غاز من روسيا رغم الفرق الكبير في مسافة النقل. أيضا تعمل واشنطن مشاهدينا الكرام على دعم جهود العراق في تعزيز الاعتماد الذاتي على إنتاج الطاقة بدلا من استيرادها من إيران، والحد أيضا من تسرب الطاقة، وقد بدأت ذلك فعليا عبر ميثاق طاقة من خلال تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي لدعم العراق. أيضا يسعى العراق وإيران إلى توسيع نطاق التبادل التجاري من 12 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، فيما تراقب واشنطن عن كثب هذا النشاط، كما تتابع المعاملات المالية بين البلدين والتي تعتمد على الاحتياطيات العراقية الموجودة في البنك الفيدرالي الأمريكي. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية. نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب العراقي. العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب الانقلابات. وعد وزير الخارجية الأمريكي وخلال كلمة ألقاها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدور أكبر لبلاده في الشرق الأوسط مجددا استمرار سياسة مواجهة إيران، وأن العقوبات عليها هي الأشد في التاريخ. The regime spread its cancerous influence to Yemen, to Iraq, to Syria. انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من قضايا الشرق الأوسط سمح بتمدد السرطان الإيراني إلى اليمن والعراق وسوريا ومناطق أخرى، لكن الأخبار الجيدة أن عهد الخزي الأمريكي قد انتهى. تعلمنا من أخطائنا، وإدارة الرئيس ترامب عازمة على مواجهة الأخطار في هذه المنطقة. نعمل مع حلفائنا على دور جديد لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، ومهمتنا لن تتغير. سنستمر في محاربة داعش وضرب الإرهاب كلما تطلب الأمر، كما أن حملتنا ضد تمدد النفوذ الإيراني لن تهدأ، مع عقوبات ضدها هي الأشد في التاريخ، وسنزيد من شدتها. بومبيو حذر أيضا من خطر انسحاب الولايات المتحدة من الشأن العراقي، مؤكدا تسبب أمريكا بابتعادها عن العراق بتمدد تنظيم داعش وتغول النفوذ الإيراني ومقتل كثير من المدنيين. حين ترددت الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها تجاه العراق، حصر تنظيم داعش الإرهابي أطراف بغداد وقتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء واغتصب النساء ودمر المدن. لقد كان تقاعسنا عن الرد بقوة سبباً فيما حصل. لسنا غزاة ولا فاتحين. حين تنتهي مهمتنا سنرحل، لكن اليوم وبطلب من الحكومة العراقية لدينا 5000 جندي في العراق، وسنستخدم كل ما يمكن لدعم وتقوية حلفائنا في المنطقة. فرنسا من جانبها أكدت أن قواتها موجودة في العراق بشكل أوسع ما في سوريا، فوجودها متواضع. وفي تصريح لقناة سي نيوز الفرنسية، قال وزير الخارجية جان إيف لودريان إن فرنسا ستنسحب عسكريا من سوريا بعدما يتم التوصل إلى حل سياسي فيها. وأضاف لودريان أن الهدف الرئيسي من وجود فرنسا في سوريا والعراق هو محاربة تنظيم داعش الإرهابي. في السياق ذاته، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مناشدة القادة العراقيين الذين التقاهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعدم سحب قوات بلاده من العراق والحصول على تطمينات من إدارة ترامب بذلك. وبحسب الصحيفة، فإن الانسحاب الأمريكي من سوريا دفع القادة العراقيين إلى مناشدة وزير الخارجية بالاحتفاظ بوجود القوات الأمريكية في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين في البيت الأبيض يواجهون تحدياً في إقناع الشركاء الإقليميين بأن إدارة ترامب ستبقي قواتها في المنطقة المضطربة بعد قراره بسحب القوات من سوريا وتخفيضها في أفغانستان. وضعت كل من الولايات المتحدة وإيران الرئاسات الثلاث أمام اختيار إحدى الجبهتين في ملف الطاقة، حيث طلب وزير الخارجية من المسؤولين العراقيين الاستقلال في مجالها، فيما تريد إيران عبر إرسال وزير نفطها إلى بغداد تعزيز التعاون بين البلدين، الأمر الذي يضع العراق في خانة المخالفين للعقوبات الأمريكية على إيران. بلا مؤتمر صحفي أو تصريح إعلامي،
سوى بعض البيانات الرسمية للمكاتب الإعلامية وتغريدات تويترية أخفيت حقائق تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العراق والمتزامنة مع التصعيد الأمريكي تجاه إيران وخصوصا في مجال الاقتصاد. بومبيو خلال زيارته للعراق والتي استمرت يوما واحدا تنقل بين بغداد وأربيل والتقى بالرئاسات الثلاث إضافة إلى قيادات أربيل، وما كشفته البيانات التقليدية لجميع من التقاهم وزير الخارجية الأمريكي من المسؤولين العراقيين أكدت على أن الانسحاب من سوريا وملف الطاقة أبرز ما دار في تلك الاجتماعات. لكن بومبيو اختصر تلك اللقاءات بتغريدة على تويتر ذكر أن محورها كان دعم استقلال العراق في مجال الطاقة. أما الصحافة الأمريكية فقد نشرت عكس ما يشاع في الأوساط السياسية العراقية، حيث ذكرت وول ستريت جورنال أن القادة العراقيين الذين التقاهم بومبيو ناشدوا واشنطن بضرورة إبقاء قواتها في العراق وعدم سحبها في وقت أكد فيه النواب وجود مسودة قانون على طاولة البرلمان تنص على إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتعديل الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. تركيز واشنطن على استقلال العراق في مجال الطاقة. قابلته زيارة لوزير النفط الإيراني إلى بغداد بعد أقل من 24 ساعة على زيارة بومبيو بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران ولقاء رئيسي الجمهورية والوزراء بالإضافة إلى وزير النفط، ما يضع بغداد أمام اختيار لا خيار، فالعقوبات الأمريكية بانتظار كل من يخالف. في سابقة هي الأولى بتاريخ الدبلوماسية العراقية ظهر القنصل ياسين شريف صيف في مدينة مشهد الإيرانية، ظهر في دعاية مصورة مدفوعة الثمن لإحدى شركات التجميل الإيرانية الخاصة مستخدما صفته الرسمية ومكتبه الخاص في القنصلية العراقية. هذا وتظهر الدعاية المصورة القنصل وهو يروج للشركة الإيرانية المختصة بإجراء عمليات زراعة الشعر وتجميل الأنف والأسنان، ونصح القنصل العراقي بمراجعة شركة التجميل والحصول على أفضل العروض، وحذر القنصل مراجعي الشركة من التعامل مع وسطاء أو متابعة صفحات غير موثوقة لشركة التجميل التي أكد أنها تستقبل الجميع وتقدم لهم أفضل الخدمات. هو من المراكز الشهيرة والمعروفة في هذه المدينة، وقد اطلعنا على الخدمات الطبية والصحية المقدمة في مجال زراعة الشعر وتجميل الأنف ومجال العقم ومجال الأسنان والمجالات الطبية والصحية الأخرى. لقد وجدنا في المركز ما يحتاجه المواطن العراقي من خدمات طبية وبأسعار معقولة. المركز لديه صفحة في الفيسبوك يمكنهم مراجعتها أو مراجعة القنصلية لغرض التعاون في هذا المجال. أقدم خالص شكري وتقديري إلى مركز. هذا وفجرت الدعاية الإعلانية للشركة الإيرانية والتي أدها القنصل العراقي في مشهد بمكتبه الرسمي موجة انتقادات وتهكم واسع في عموم العراق بعد دقائق قليلة من نشرها. أوضح دبلوماسيون أن الخارجية العراقية تعاني منذ سنوات من التخبط وتكرار الفضائح بعد تغلغل للأحزاب السياسية وسيطرتها على السلك الدبلوماسي. أكد دبلوماسيون أيضا أن القنصل العراقي في مشهد ياسين صيف خالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 61 و 900 ألف والتي تحظر استغلال الوظيفة الدبلوماسية لغايات الترويج أو استغلالها لأغراض فردية أو حزبية. إلى ذلك دعا عدد من النواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الخارجية محمد علي الحكيم إلى إصلاح الدبلوماسية العراقية والتي تشهد تخبطا كبيرا في ظل سيطرة الأحزاب السياسية على السلك الدبلوماسي، الأمر الذي أكده وزير الخارجية في آخر مؤتمر صحفي له. هذا كما حذر النواب من عودة الإقطاعية بثوب جديد يتمثل بالأسر الدبلوماسية التي تسيطر على السفارات والقنصليات العراقية حول العالم
والتي تتوارث المناصب الرفيعة منذ سنوات طويلة بسبب دعمها من أحزاب سياسية وشخصيات متنفذة، وطالبوا بفصل السفراء والقناصة ممن يحملون جنسيات الدول التي يمثلون العراق فيها وأعدادهم بالعشرات، الأمر الذي يهدد باستقلالية القرار والتمثيل العراقي في أهم الوزارات العراقية. متابعة لذلك مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي وسفير العراق الأسبق في فرنسا. مرحبا بك دكتور. يبدو أن عمليات التجميل وزراعة الشعر أضيفت إلى الخدمات القنصلية التي تقدمها الخارجية العراقية عبر ممثلياتها في إيران، كيف ترى ذلك؟ نعم، من المؤسف حقا أن هذا الفيديو اللي اطلعنا عليه من خلال شبكات التواصل المختلفة، وظيفة القنصل والدوائر القنصلية والسفارات العراقية هي ليست نشر دعاية للشركات وللمستشفيات والأطباء بهذه الصورة اللي لاحظناها، لأن القانون الدولي واتفاقية فيينا الدبلوماسية في الواقع لا تجيز للدبلوماسي بسبب الحصانة اللي يتمتع بها في البعثات الدبلوماسية، لا تجيز له ممارسة التجارة أو الدعاية أو البيع أو الشراء أو غيرها من هذه التفاصيل. فهو يعتبر أولا خرق للقانون الدبلوماسي الدولي واتفاقية فيينا بالتأكيد، وهو كدبلوماسي ما الذي دعاه دكتور غازي؟ ما الذي دعاه في المقابل؟ ما الذي دعاه إلى الظهور؟ يعني هل هو عدم إلمام فيما يتعلق ب يعني الواجبات الدبلوماسية، السياق الدبلوماسي، هذا عدم إلمام، أم أنه ربما قد يكون متعمدا، أم أن هناك ظروف أخرى مثلا؟ ما الذي يدعو، كيف يمكن تحليل موقف القنصل في مشهد؟ نعم، هو خريج قانون، ويفترض لكل خريج قانون من جامعة بغداد اطلع على القانون الدبلوماسي اللي هو اتفاقية دولية، وأيضا هو باعتباره موظف دبلوماسي المفروض أيضا اطلع على هذه القوانين وهذه الالتزامات أيضا بوزارة الخارجية لكل دائرة من الدوائر لكل عمل من الأعمال والأنشطة الدبلوماسية. هناك ما نسميه توصيف العمل الوظيفي، بمعنى محددة واجباته، طبيعتها، حدودها إلى آخره. هو أنا واثق أنه مطلع تماما على كل هذه التفاصيل، وهو يدرك تماما أن هذا غير جائز على الإطلاق، لكن يبدو أن الربح التجاري أو هناك مصلحة تجارية غير مشروعة بالتأكيد بينه وبين الشركة أو الشركات أو المستشفيات اللي أشار إلها، فهي تجارة شخصية تقع تحت طائلة القانون، وحسب معلوماتي أنه تم توجيه استدعاء له للعودة إلى بغداد للتحقيق في الموضوع. وبالتأكيد السيد وزير الخارجية اللي يتمتع بمهنية عالية لم يسمح لمثل هذه الخروقات، وهو يتابع بدقة أمثال هذه الخروقات أو سيطرة أبناء المسؤولين أو هيمنتهم في البعثات الدبلوماسية أو غيرها من التفاصيل. هو يريد أن يعيد التوازن إلى وزارة الخارجية وطبيعة العمل ضمن إطار التخصصات المختلفة. طيب دكتور، يعني أسألك عن ظروف تعيين السفراء و يعني منصب القنصل على مدى الحكومات المتعاقبة، كيف تصف الظروف التي يعين فيها السفراء وقناصل العراق في أكثر من دولة؟ نعم، مع الأسف بسبب المحافظة الطائفية السياسية خلال فترة السيد هوشير زيباري وزير الخارجية، كنا نلاحظ اتساع حجم وجود أخواننا الأكراد، وهم بالتأكيد مواطنين من بلد واحد، لكن كان هناك طابع للاحتكار لهذه المناصب الدبلوماسية في السفارات العراقية. بعد ما راح هوشير زيباري وإجا الجعفري، مع الأسف عين أكثر من 400 شخص في البعثات الدبلوماسية وفي وزارة الخارجية من حزب الدعوة، وكأنما هو حكر العمل في وزارة الخارجية في حزب الدعوة. أيضا هناك السفراء والبعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين التي تأتي ضمن إطار المحاصصة السياسية، وهذا بشكل كارثة على وزارة الخارجية، لأن من كل حزب عنده حق أن يرشح
معناها ليس بالضرورة أن تنطبق عليه مواصفات العمل كسفير أو كدبلوماسي في وزارة الخارجية العراقية من حيث الاختصاص. طيب. من حيث القدرات، حيث الكفاءة. بعض الدبلوماسيين أو بعض اللي موجودين في وزارة الخارجية مثلا اختصاصه طبيب بيطري، يعني ما علاقة الطب البيطري مثلا في العمل الدبلوماسي، وهكذا كثير من الاختصاصات مع الأسف ليس لها أي علاقة لا بالقانون الدولي ولا بالعلوم السياسية ولا طيب. بالعلاقات الدولية ولا بالاجتماع السياسي ولا إلى آخره. فبالتالي هذه تشكل عبء كبير، إضافة لظاهرة خطيرة يتابعها الآن السيد الوزير. طيب. وهي يتم تعيين أشخاص اليوم بعد كم شهر رحلهم إلى من سكرتير ثالث إلى ثاني ثالث مستشار وزير مفوض، وهكذا. هذا لا يتناسب مع طبيعة التأهيل المهني للكوادر اللي تتعلق بوزارة الخارجية وطبيعة عمل وزارة الخارجية، وهذا يشكل اليوم عبء كبير على وزارة الخارجية. طيب. نعم. دكتور، يعني بحسب معلوماتك المتوفرة لديك، ما نوع الإجراءات التي سيواجهها القنصل بعد استدعائه كما ذكرت؟ أكيد، يعني التصرف خاطئ يتنافى تماما مع قواعد العمل في وزارة الخارجية العراقية، مع القانون الدبلوماسي، قانون وزارة الخارجية، مع اتفاقية فيينا. وبالتأكيد هذا العمل غير اللائق، غير الشرعي، خروج على القوانين والأنظمة. أكيد هناك قانون عراقي ونحترم القانون العراقي، لأن بالتأكيد سيذهب باتجاه وضع النقاط على الحروف والعدالة مجراها. ولمنع، احنا اللي همنا الان هذا الخطأ يذهب باتجاه منع او الحذر او الدقة. عدة دبلوماسيين من يذهبون بهذا الطريقة من التصرف التي تنافي القانون، قانون وزارة الخارجية والقوانين العراقية. اشكرك جزيلا الدكتور الدبلوماسي غازي فيصل، سفير العراق الاسبق لدى فرنسا، شكرا جزيلا لك. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية. نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب العراقي. العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب الانقلابات. بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. وعاد رئيس الجمهورية إلى العراق بعد زيارة وجيزة إلى الدوحة، دعا فيها إلى بناء منظومة تسهم في ترسيخ العلاقات العربية والعربية الإقليمية، مؤكدا سعي العراقي إلى إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب دون استثناء، وحرصه على الاستمرار بدوره المحوري كساحة للتلاقي بين شعوب المنطقة وليس ساحة للصراع. من جانبه جدد أمير قطر موقف بلاده الداعم للعراق سياسيا وأمنيا، مؤكدا الرغبة الجادة بتطوير العلاقات الأخوية، وأن قطر تقف إلى جانب العراق وتسانده في تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التقدم بالمجالات كافة. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح وصل الدوحة صباح اليوم على رأس وفد رفيع، وجرت مراسم استقبال رسمية بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين القطريين. زيارات عدة يجريها رئيس الجمهورية برهم صالح تهدف للوصول إلى تقارب عربي وأقليمي ودولي مع العراق. أهلا بكم. يكثف رئيس الجمهورية زياراته إلى دول المحيطة بالعراق من جهة الأربع، فضلا عن الدول العربية والإقليمية، في محاولة لتعزيز العلاقات وإيصال رسالة بأن العراق منفتح على الجميع. زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى قطر تأتي مكملة لزيارات سابقة، يقول المتحدث باسم الرئاسة إنها تمت بتنسيق عال مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتبحث الملفات الداخلية والإقليمية والعربية. تبحث الزيارة أيضا إعادة الإعمار والمساهمة العربية في تأهيل المدن المحررة، إضافة إلى المشاركة في مشاريع الاستثمار والتي أصبحت بحسب بيان رئاسي سوقا مفتوحا أمام جميع الدول لتطوير الاقتصاد. التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب لم يغيبا عن أجندة صالح خلال زيارته
إلى الدوحة، حيث يعمل مع المسؤولين القطريين على تجاوز تداعيات الإرهاب عبر البناء والإعمار والانطلاق نحو تنمية سريعة. يعرض رئيس الجمهورية على القطريين عقد حوار عربي وإقليمي شامل لإنهاء النزاعات والصراعات وجهود العمل السلمي المشترك لتجاوز الخلافات. الاقتصاد والتجارة وما يشملانه من نقل بحري وجوي وبري ملفات سيناقشها صالح، فضلا عن استثمار المواقع والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتمتع به العراق في ربط دول الخليج بأوروبا والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. أنهى مجلس النواب قراءة ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للسنة المالية 2019، فيما رفع جلسته إلى يوم السبت المقبل. وقال مراسلنا إن مجلس النواب أنهى قراءة مشروع الموازنة، كما أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري، فيما أجل قراءة مشروع معالجة التجاوزات السكنية. هذا ودعا النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي لرئاسة مجلس النواب لإصدار قيد خاص يلزم الحكومة بتنفيذ فقرات قانون الموازنة، مبينا أن الفترات السابقة لم تشهد تنفيذا للكثير من فقراتها. أن نؤكد على ما يدلل على التزام الوزارات حيال تنفيذ الموازنة، الموازنة يجب أن تلتزم بها الحكومات، ونؤكد على هذا القيد، التزام الوزارات والحكومة بكل شيء في قيد وزاري. في الأثناء حذر النائب محمود الكعبي من مخاطر حقيقية تهدد الاقتصاد العراقي، كاشفا عن أن مجموع فوائد الدين العام لغاية العام 2018 وصل ل 133 مليار دولار، في حين أن العراق طلب ديونا في العام 2019 بقيمة 19 مليار دولار. اقتصاد الدين العام والداخلي والخارجي وفوائدهم، سيد الرئيس يعني أنت اللي ذاكرين الأخوان في تقرير اللجنة المالية انه الفوائد لحد عام 2018 بلغت 133.7 مليار دولار فوائد الدين الخارجي والداخلي، فعلى موازنه 2019 احنا طالبين 19.7 دين، فالرقم يعني رقم مهول، اذا استمرينا في هذا الموضوع يعني وين رايحين احنا ما نعرف. النائب حازم مجيد اكد ان الموازنه الحاليه لا تنسجم مع البرنامج الحكومي المقدم من قبل رئيس الوزراء، وكشف أن مشروع القانون يمنع التعيينات أو تجديد العقود في الوزارات. الموازنة المعروضة هي غير منسجمة تماما مع منهاج الحكومي اللي طرحه السيد رئيس الوزراء، في حينها وحقيقة الفقرات كثيرة تختلف مع المنهاج، وتحديدا فيما يتعلق بالمادة 11 رابعا أليف، هذه المادة فيها حالة تناقض غريب، هي تمنع التعيين وتمنع تجديد العقود وتعطي صلاحية عدم تجديد العقود إلى الوزير المختص، وبذات الوقت تترك صلاحية الترفيع والعلاوة والتقاعد الذي عمل بصفة عقد، وتمنع ذلك من الذي عمل بصفة أجير يومي. في شأن آخر، تحدثت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي عن سيطرة قوات البككة مع حشود مختلفة على قضاء سنجار، وأنها قامت بطرد قائم مقام القضاء ومجلس المحافظة قبل فترة ومنعته من دخول سنجار. سيادة الرئيس، اليوم القوات المتواجدة في سنجار هي قوات من البككة ومن الحشود ومن قوات لا تعرف ما هي هوياتها. اليوم هذه القوات قامت بخرق كبير، خرق دستوري، قامت بتشكيل مجلس قضاء خارج عن سلطة الدولة، يعني مجلس هي من اختارت هذا المجلس، قام هذا المجلس بطرد القائم مقام ومنعه عن إداء صلاحياته ومهامه. هذا كما دعا نائب عن تحالف المحور الوطني أحمد الجربة لفرض سلطة الدولة في قضاء سنجار، كما طالب باستضافة قيادات عسكرية في البرلمان لبحث ملف سنجار وإنهاء مشكلة خضوعه لجهات مسلحة غير عراقية. ما يخص هذه المجالس الذي شكلت هي خاطئة، لا يوجد تشكيل مجالس خارج سلطة الدولة، لا يوجد أي اتفاق. هل توجد مجالس؟ نعم، شكل مجلس في سنجار وهذا أمر خاطئ لا يجوز، هذا فيما يتعلق بالمجلس الذي شكل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سيادة الرئيس، قائم مقام سنجار هو قائم مقام سنجار، وسنجار قضاء تابع لمحافظة نينوى ولا يحق له إطلاق تصريحات سنجار تتبع الجهة الفلانية أو الفلانية، هذا مو شغله. موضوع سنجار أكبر من قائم مقام سنجار وأكبر من غيره. على الجيش العراقي والقائد العام للقوات المسلحة
اكو فصائل موجوده الان بجبل سنجار جنسياتهم مو عراقيه. في شان اخر، دعا النائب عن تحالف البناء احمد الجبوري الى التحقيق في موضوع زياره وفود ونواب عراقيين الى اسرائيل، وفيما نفى زياره له الى الكيان الصهيوني، دعا لاستضافه وزير الخارجيه ومسؤولين امنيين كبار لعدم صدور اي رد منهم على تلك الاتهامات. في الوقت الذي ننفي فيه جملة وتفصيلا عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، فإننا نستقرب من صمت وزارة الخارجية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات لتوضيح الأمر بشكل رسمي عن الادعاءات التي تم تداولها من أن هناك وجود وفود زائرة للكيان الصهيوني. هذا ووجهت رئاسة مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية بالتحري بشأن المزاعم عن زيارات لوفود عراقية إلى إسرائيل، فضلا عن متابعة ملف سنجار ووجود قوات غير عراقية فيه. لجنة الأمن والدفاع، لجنة الأقاليم والمحافظات، إعلامي بتقرير بعد استضافة المعنيين خلال الجلسات القادمة بخصوص موضوع سنجار، الأمن والدفاع والأقاليم، وأيضا لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية بخصوص ما أثار النائب أحمد الجبوري من زيارات. وبشأن وجود القوات والقواعد العسكرية الأمريكية، دعا النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، دعا لإدراج فقرة في الجلسات المقبلة للكشف عن تفاصيل وجود القوات الأمريكية وأعدادها وقواعدها وزيارة المسؤولين الأمريكيين للعراق دون علم الحكومة العراقية. الجميع احتفل قبل أيام بيوم السيادة العراقية، لكن عن أي سيادة نتحدث وهناك عدة قواعد لا نعرف حجم عديد القوات الأمريكية وما يمتلكونه من السلاح، إضافة إلى ذلك الزيارات المفاجئة وكأنه العراق ضيعة للولايات المتحدة الأمريكية. المطلوب أنه أن تكون هناك في جدول مجلس النواب فقرة مهمة لغرض أنه تدارس حجم القوات الأمريكية والقواعد الموجودة، إضافة إلى الزيارات التي هي متكررة دون علم الحكومة العراقية. مشاهدينا، مستمرون معكم في هذا الحصاد وتتابعون بعد قليل. نواب ديالى يحذرون من انفلات أمني في ظل فوضى السلاح ويطالبون بدعم سلطة القانون. حصلت النائبة عن المشروع العربي ناهدة الدين على المركز الأول في الاستبيان الذي أجرته مؤسسة النور الجامعة والمتعاونة مع الأمم المتحدة لتقييم أداء الحكومات المحلية ومجالس المحافظات. المؤسسة وفي تنظيمها للملتقى الرابع للقيادات السياسية والمجتمعية والحكومية والمدنية في محافظة ديالى، كرمت النائبة الديني كأفضل سياسية برلمانية للعام 2018 من خلال نشاطاتها الخدمية والإنسانية. وأقيم الملتقى في محافظة ديالى بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين في الحكومة المحلية للمحافظة وقيادات أمنية، فضلا عن شخصيات أممية ومحلية. كانت هناك صراحة وانتقادات لتلكؤ لبعض الدوائر أو لأداء بعض أعضاء مجلس النواب. أنا يعني اليوم أنا على اعتباري أنه كنت الأولى على جميع الكتل السياسية في محافظة ديالى، هذا يدفعني على أن أكون على قدر المسؤولية في أن أقدم لديالى المزيد، وسوف يكون خلال الأيام أو الأشهر المقبلة تغيير في محافظة ديالى فيما يخص الاستثمار وفيما يخص إكمال الملف الأمني وعودة النازحين. اليوم شكرنا وتقديرنا لمؤسسة نور الجامعة، شكرنا وتقديرنا لدورها الرقابي في لكل الدوائر والحكومة المحلية ومجالس المحافظات وحتى مجلس النواب. هذا واستبعدت الديني حدوث تغيير قريب في محافظة ديالى على المستوى الأمني والخدمي، عازية السبب إلى ضعف القانون وسيطرة جهات مسلحة على القرار في المحافظة.
لا أتوقع سوف يكون هناك تغيير قريب. أولا القانون ضعيف في محافظة ديالى، لحد الآن الوضع الأمني غير مستقر، التوازن مفقود، موجود صلة القرابة موجود في أغلب محافظة ديالى سواء على المستوى الأمني أو الخدمي، يعني هناك سيطرة بعض الجهات المسلحة وبعض العشائر. أنا لا أتوقع هذه المرحلة، قد يكون بعد الانتخابات المقبلة هناك تغيير في الأداء ويكون مبدأ الثواب والعقاب موجود، المجاملات موجودة، نوع من أنواع الفساد موجود في أغلب ما يحدث سواء في مؤسسات الدولة، في الحكومة المحلية، أو حتى المجاملات فيما يخص استجواب مدراء الدوائر في مجلس محافظة ديالى. لحد الآن لم يتم استجواب أي مدير دائرة، لحد الآن لم يتم بعض مدراء الدوائر الذي يعني أكثر من 10 سنوات. نأمل على المرحلة المقبلة أن يكون هناك فعلا مبدأ الثواب والعقاب وأن يكون هناك رقابة حقيقية. في كركوك وصل قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي للمحافظة للاطلاع على خططها الأمنية بعد يومين من رفع العلم الكردستاني على مقر الاتحاد الوطني. وكان في استقباله قائد قوات حفظ الأمن في كركوك اللواء الركن معن السعدي وحشد من ضباط جهاز مكافحة الإرهاب، وبحث مع القادة العسكريين الخطط الأمنية في المحافظة. وتأتي زيارة السعدي تزامنا مع تحركات للقوات البرية الأمريكية في قاعدة كيوان غربي كركوك. أعلنت الجبهة التركمانية رفضها لفرض سياسة الأمر الواقع في كركوك، وعد مسؤول فرع الجبهة في المحافظة قاسم قزانجي رفع العلم من قبل الاتحاد الوطني مخالفة للدستور العراقي ومحاولة لتأجيج الخلاف وخلق المشاكل بين المكونات، متهما إياه بعرقلة جهود محاربة الإرهاب والسماح للإرهابيين بدخول كركوك من خلال تلك الممارسات. أما برفع علم أقليم رفع علم الأقليم هنا هي تأجيج المشاكل بين القوميات، خلق مشكلة متزامنة مثل ما تفضلتم، أخفقوا في اختيار مكان ريبوار الطلباني المعاقب 6 أشهر سجنا لعدم نزاهته، خلق هكذا مشاكل بين القوميات المتاخية المتعايشة في كركوك، هي تشتيت أفكار مكافحة الإرهاب ومنسوبي مكافحة الإرهاب الأبطال الذين يحاولون بجهد جهيد حماية كركوك وأطرافها من دنس داعش ومن غيرها من الإرهابيين. ما هذا إلا دليل على فسح المجال للإرهاب والإرهابيين لدخول كركوك، نحن نفسرها هكذا. استشهد مصور صحفي بنيران مجهولين في بغداد، وعثرت قوات أمنية على جثمانه مرميا على طريق القناة العام شرقي العاصمة. مصدر أمني قال إن المصور الصحفي سامر علي إشجارة الذي يعمل في قناة الحرة العراقية والممولة من الولايات المتحدة الأمريكية تعرض لإطلاقات نارية في منطقة الرأس قبل أن ترمى جثته على طريق عام شرقي بغداد. فيما دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير استشهاد الصحفي سامر علي شجارة مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فعلي لتقديم الجنات إلى العدالة وبشكل عاجل. وجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم كافة بتطبيق أشد الإجراءات والعقوبات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية. التوجيه جاء بقرار من المجلس في أول اجتماع له خلال العام 2019، كما وجه بتطبيق أشد الإجراءات القانونية بحق منفذي جرائم التهديد على خلفية ما يعرف بالنهوة التي تستخدم في منع الزواج. وقرر مجلس القضاء تفعيل قانون رعاية الأحداث للحد من ظاهرة المشردين والمتسولين، كما ناقش جملة من القضايا من ضمنها حل إشكاليات مذكرات القبض بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان. ألقت شرطة البصرة القبض على 5 أشخاص بينهم منتسبان في القوات الأمنية
بتهمة تنفيذهم هجوما مسلحا ضمن ما يعرف بالدقة العشائرية. مصدر في شرطة قضاء الهرثة شمالية البصرة ذكر أن المتهمين الخمسة ألقي القبض عليهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مبينا أن اثنين منهم يعملان في الشرطة والنجدة واثنين آخرين موظفان حكوميان، فيما يعمل الخامس كاسبا. تقول حكمة قديمة إنه لأمر عسير أن المرأة لا يمكنه الوثوق تماما بالأطباء، ومع ذلك فهو لا يمكنه الاستغناء عنهم، لكن أهالي محافظة المثنى بدأوا فعليا الاستغناء عن الأطباء بسبب غلاء الدواء. من صيدلية إلى صيدلية ينتقل مصطفى بحثا عن علاج رخيص الثمن يداوي به أسنانه، لكن غلاء الدواء يجعل مهمة مصطفى في إيجاد دواء مناسب بالغة الصعوبة. الأزمة الاقتصادية الأخيرة أضافت مزيداً من الأعباء على كاهل المواطن السماوي، وهذه المرة في أكثر الأشياء مساساً بالحياة في أسعار الأدوية. والله العلي العظيم مرض، يعني رحة بسيطة راجع ليها على دكتور 4 جلسات، الجلسة ب30,000 120,000، الفقير من يجيب؟ لو قلع لو حشوة، القلع ليش يعني كشباب هسه يقلع على راحة؟ على 120,000. زين هاي بصورة عامة، بصورة خاصة العفو، بصورة عامة، علاجات شنو العلاجات؟ شنو يعني العلاجات؟ شو احنا جاي نتجه على أعشاب أفضل من علاجات الصحة. انتقادات حادة من قبل المواطنين تجاه الفوضى الحاصلة في تسعيرة الأدوية، وقد رفعوا أصواتهم إلى الدولة مطالبين بتوحيد الأسعار وفرض الرقابة على الصيدليات. الصيدليات والله الصيدليات يعني كلها غالية، يعني أبسط دواء يعني أنت تقوم لك ب25,000 و30,000، يعني إذا إنسان فقير يروح بداهية. إحنا نطالب الحكومة بتخفيض الأسعار، ومن واحد من يدخل بالمستشفى قبل أيام قبل يعني 250 دينار هسه يوم واحد 25,000 بالمستشفيات العامة. غلاء الدواء وانتشار الصيدليات الأهلية وتحولها إلى مصدر لاستنزاف دخل المواطن جعل ذوي الدخل المحدود يلجؤون إلى التداوي بالأعشاب الطبية التي تكون أرخص ثمنا، وهي إن لم تنفع فإنها لا تضر، لذا يلجأ الكثير من الناس إليها واعتمادها بديلا عن الأدوية التقليدية، فهي تلبي حاجة نفسية يحتاجها المريض في تجاربه الدوائية وتمنحه بعض الطمأنينة بالشفاء وتوفر عليه الكثير من المال. الأعشاب كل زينة وجيدة جدا، وأحسن مال الصيدليات والهاي رخص وزينة. من مدينة السماوة، خليل البركات، قناة الفلوجة. أظهرت دراسة جديدة لتقييم جوازات السفر حصول الجواز العراقي على المركز الأخير عالميا. الدراسة التي أجراها مركز هيرلي للاستشارات كشفت أن حامل الجواز العراقي يمكنه السفر لـ30 وجهة فقط دون الحصول على تأشيرة مسبقة، وشارك العراق في المرتبة الأخيرة الجواز الأفغاني، فيما حل الجواز الصومالي في المرتبة قبل الأخيرة متقدما على العراقي بدرجة واحدة، أما المرتبة الأولى فقد حصل عليها الجواز الياباني الذي يمكن لحامله السفر إلى 190 وجهة دون تأشيرة مسبقة. أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من صعوبات في الانسحاب من سوريا. وفي معرض حديثه عن وضع السياسة الخارجية التركية في اجتماع برلماني، أوضح تشاوش أوغلو أن ارتباط الولايات المتحدة بمنظمات اليمجة والبككة الإرهابيتين في سوريا أدى إلى جعل عملية الانسحاب معقدة. وعن الجانب التركي قال الوزير أن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية ولن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة
شرق نهر الفرات. قتل وأصيب عدد من القادة العسكريين والجنود بالجيش اليمني في هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة ملغمة استهدفت عرضا عسكريا بمحافظة لحج جنوبي اليمن. وأكد مصدر عسكري إصابة رئيس أركان الجيش اليمني ونائبه ومحافظ لحج، كما لقي 6 جنود على الأقل مصارعهم في هجوم صاروخي بطائرة من دون طيار بالقرب من المنصة العسكرية للاحتفال بدشين العام التدريبي في قاعدة العند الجوية. كما أصيب رئيس الاستخبارات العسكرية ووكيل المحافظة وقائد معسكر العند. أضاف المصدر أيضا أن طائرة إيرانية الصنع حاملة لمتفجرات وانفجرت على مسافة 300 متر تقريبا من مكان العرض العسكري. حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البرلمان من التفكير في أن بإمكان الحكومة التفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض النواب في تصويت الأسبوع المقبل اتفاقا قد تم التفاوض عليه سابقا. وقالت مصادر حكومية بريطانية أن ماي استبعدت تأجيل الخروج، وأكدت أن رفض الاتفاق سيخرج عملية الانسحاب من مسارها، أو ستضطر بريطانيا للخروج من التكتل دون اتفاق، إذ من المتوقع أن يرفض نواب البرلمان اتفاقا أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني الماضي، وسيجري التصويت عليه يوم 15 من كانون الثاني الحالي. إذن مشاهدينا الكرام، ختام هذا الحصاد نذكركم بأبرز عناوينه. النفط والطاقة يغذيان الصراع الأمريكي والإيراني، وطهران تؤكد سنرفع صادراتنا إلى العراق. في سابقة دبلوماسية عراقية، عمليات التجميل وزراعة الشعر للمراجعين، خدمات قنصلية جديدة في مشهد. رئيس الجمهورية يختتم زيارة وجيزة إلى قطر، أكد فيها أن العراق ساحة لتلاقي الشعوب. البرلمان قاب قوسين أو أدنى من إقرار الموازنة، الكابينة الحكومية قيد الانتظار. دائما للمزيد الفلوجة دوت تي في أو عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى الملتقى. إلى اللقاء.